الغابة الوطنية أو الحديقة الوطنية، هكذا كانت تسمى. هنا يوما ما كان يوجد منتزهات للأطفال وأشجار تعانق السماء يتجاوز عمرها 30 عاما. تقع هذه الحديقة في منطقة جبلية في ريف درعا الغربي، تتجاوز مساحتها 2000 دنم، كانت مشجرة بأشجار الكينا والصنوبر. الحديقة الوطنية هي عبارة عن منتزه كان يأتي فيها الناس في كل جمعة وسبت في أيام العطل ليفترشوا تحت في أشجارها، أما الآن فهي عبارة عن صحراء قاحلة بسبب القطع الجائر الذي شرعه بعض الشيوخ والذي حرمه بعض الشيوخ الآخر. صحراء قاحلة تدمع لها العين، فقد زالت كل الذكريات الجميلة التي حفرها البعض على غصون أشجارها. أبو محمد يعمل على زرع بعض الشجيرات الصغيرة وعلى إنقاذ ما تبقى من الأشجار إن وجدت. يعمل وحده هناك محاولا أن يعيد اللون الأخضر لطبيعتنا. إحنا هون سدة سيل، معروف بحديقة الوطنية لأهالي بلدة سيل وأهالي جبالية. هون أخي العزيز قطع الأشجار، صحراء يعني هالسنوات ما في أشجار وما في. بالعادة كانت الناس تيجي هون بالصيفية تقعد تحت في الأشجار، وهالسنوات في ما أنت شايف لا شجر ولا شيء، صحراء.